الجمال المعروض قبل شوية عبارة عن لوحات فنية. للوهلة الأولى بتقول إنه الكلام ده يعني رسام رسمه بيده كده ودخل إحساسه وحاجاته، لكن الفرق والصعوبة بتاعت الرسمة دي إنها اترسمت عن طريق الفوتوشوب اللي هو تطبيق موجود على الأجهزة، اللابتوبات، كمبيوترات، ما بيكون على التلفون. صعب جدا إنك أنت ترسم به بالفرشة بتاعته أو بالقلم بتاعه، تطلع لوحات وتصميمات عالمية زي دي. واحد بيفرح وبيفتخر انه في شباب سودانيين وصلوا للعالميه عن طريق مواهب زي الموهبه الجميله دي. نعم، بنرحب احنا بخالد بحار، واكيد حنتبحر مع خالد بحار في البحر الغريق والكبير ده في عالم الفوتوشوب. ورينا الاسرار والخفايا، وصل لحد وين. اول حاجه خلينا نرحب بمساء الخير عليك يا خالد. مساء النور. مساء النور، منورنا كثير. الله يخليك، تسلم. الله يخليك. دي صورة خالد للناس اللي بتشوف بس تصاميمه. نعم. خالد عوض، ملقب بخالد بحار، رجل درس الاي تي ودرس برضو النقل البحري، كشكول بتاع مواهب من ناحية أكاديمية ومن ناحية بتاعت مواهب، لكن طلع انه هو رسام بدل ما يرسم بالحاجة العادية، وطلع انه قرر انه يرسم بتطبيق الفوتوشوب. فبداية الحاجة دي بدت معاك كيف؟ طيب، أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، قبل نستنى الصلاة والسلام أشرف خلق الله أجمعين. أنا حقيقة سعيد بالاستضافة في قناة جميلة، قناة بتدخل كل البيوت السودانية في كل أنحاء العالم، ما في السودان بس. والله هي بدأت يعني صراحة كده، يعني أنا كنت بشتغل تصاميم بتاعت فنانين في عامة كده، لكن لما سودانيين أجانب عرب، لكن لما بيجي رمضان كده أنا بوقف. تتفرغ للعبادة؟ بس أي. فقلت أنا أدخل حياة جديدة، فدخلت حضرت فيديو كان على اليوتيوب لواحد بيرسم بالفوتوشوب. طيب يا اخي انا ما اجرب اول مره، ثاني مره، لما الحمد لله قدرت احقق فيه حاجه الحمد لله. نعم. طيب الفرق شنو بينه وبين الرسم العادي؟ طبعا الرسم العادي والرسم الفوتوشوب فيه فرق كبير. يعني الرسم العادي انت زي ما قلت محتاج احساس، محتاج زول يده خفيفه، محتاج زول يعني مبدع وكده. اما نحن يعني حقيقه نحن بنعتمد اكثر حاجه على زي على الذكاء الاصطناعي اللي هو البرامج والتطبيقات والفوتوشوب والحياه زي دي، بيسهل لنا حياه كثيره. عامل الزمن في حياتي يعني المواد ذات بتاعت الرسم غاليه، دي بتوفر لنا. ففي حياه كثيره ساعدتنا التطبيقات بتاعت الفوتوشوب والحياه زي دي يعني. طيب، الموضوع ده مربوط بالمزاج، لان اي رسام عايز يرسم طالب بشكل احساسه، فالإحساس اللي عند الرسام ده بيعتمد على المزاج اللي عندك هنا. والله فعلا كلامك صح. يعني أنا واحد من الناس ببدأ من بعد الساعة 12، الجو بيكون هادي والمزاج رايق. كائن ليلي يعني. يعني إحنا والكتاب والمفكرين أكتر ناس بنشتغل بالليل. إحنا ناس الليل. طيب، أنت ذكرت الإحساس، فهذا ممكن يكون في رسام جنبنا مثلا نتكلم عن احساسكم انتم برضه، ما الاحساس ده بيختلف، وفي النهايه النتيجه احنا عايزين لوحه وصوره جميله. ما عارفه انتم هل، لانه ما عايزه اقول ما عندكم احساس، لكن شنو يعني انت كونك تختار ذات الفن ده لطريقه معينه وتطبيق اختيار معين، ده برضه نوع من انواع من الاحساس برضه. والله فعلا زي ما ذكرت يا استاذه، لكن زي ما قلت لك احنا بنفرق عن الفنان الرسامين. يعني زي ما قلت لك الرسام ده عنده مفكره، عنده خيال، وعنده اراء، وعنده كل حاجه، نحن بنختلف عنه. طيب يعني انت الا الصوره تكون اصلا موجوده في الواقع لازم تستعملها. ايوه لازم ممكن. انا بدخلها في البرنامج. نعم. بعد كده بشتغل على. نعم. لكن الرسام حتى لو زول مثلا ما عنده صوره ممكن يرسم حاجه من خياله. انا ما اقدر ارسم حاجه من خيالي. لا، لكن الرسام بيقدر يرسم اي حاجه هو عايزه من الخيال. طيب، ما جربت انك تحط مثلا صوره قدامك وتشتغل عليها بالتطبيق؟ لا ما حينفع، لازم التطبيق يخش عشان الذكاء الاصطناعي شنو يقرا لك الحاصل شنو. لكن زي ما قلت لك الرسام يعني انت ممثل الصوره نفسها، الصوره ذاتها. أيوة. بتكون قاعده انت. بعد كده شنو بتظبطها، بتعمل الحاجات الخطوات، بتقصقص الصوره ذاتها بتتقصها. عشان كده انا بالطوالي بقول للناس مثلا يجي يرسلوا لي صوره، يا جماعه الصوره تكون واضحه وصورة دي مواصفات لازم. دي مواصفات لازم.
طيب ده بيندرج في انتوا الشغل اللي انتوا بتشتغلوه، لما اجيب مثلا صوره لحبوبه مثلا هي ابيض باسود، وانت بتعدلها تخليها زي الهسه هي مصوره مصوره بالطريقه الحديثه. نعم دي نعم برضو انتم بتشتغلوا عليها، دي بتشتغل عادي جدا. ما قلت احنا بنعتمد على حاجه اسمها الذكاء. ايوه ده كله حاجه الذكاء الاصطناعي، يعني التكنولوجيا دخلت في كل حاجه، حتى في شغلنا في اي حاجه التكنولوجيا دي بقت عامل اساسي. بس الصوره في شكل فيديو قصير صورة ثابتة دي برضو انتوا دي بتتعامل، ما انت بتعمل لها مثلا لو دخلتها بتعمل لها قص، ايوه بتقص الصورة، او بتعمل لها مثلا في التلفون بتعمل لها سكرين بحركات معينة، شايف العيون بتتحرك. اي يلا ده برنامج الفوتوشوب ده بحر كويس، في برامج كثيرة، حتى نحن عندنا نحن ناس الفوتوشوب، يلا في ناس ناس الجرافيك، ايوه الجرافيك دول ناس المونتاج. نعم في ناس بيعملوا 3D، في ناس بيعملوا الكرتون، ده كله ايوه ده كله زول عنده تخصصه. المهم معناه ان احنا نتفق انه هو الفوتوشوب يعني كلمة مش شقين، الفوتو هو معني فقط بالصوره. اي تعديل ثاني ده بيدخل في البرامج بتاعت المونتاج والافتر افكتس وال 3D زي ما انت قلت والجرافيك ديزاين والحاجات دي. نعم طيب الفكره ممكن تكون صعبه في البدايه الاولى، لكن مع التمارين الكثيره تبقى انت محترف فيها. نعم احترافيتك هي بتؤدي لانه سعرك بعد ذاك يزيد اذا تم طلب اي تصميم منك، ونحن شفنا عندك يعني تصاميم عالميه، فالحاجه دي من ناحيه بتاعت كسب مادي، يعني هل منها في منها قروش، في منها عائد مادي كويس، في منها دولار، في منها جنيه، ولا ما كده عزيزي تزول الدولارات بس دولار. طيب من ناحيه العوائد الماديه والله يعني انا واحد من الناس يعني ما بركز شديد كده في حكايه القروش، الكلام ده انا قلته قبل كده، قلت انا زول هوايه فن انا بقدم فن، انا زول يعني رساله باعوها بالمليان. ايوه في ناس بتستفيد، انا مستمتع بالحياه دي، يعني انا لما اجي اشتغل لزول يعني لازم اخلص له اول حاجه، اطلع له حاجه كويسه. حكايه القروش حتى في ناس يعني في فنانين بيطلعوا بيقولوا والله انا حاليا انا ما عندي، ما بقول له يا اخي انا ما عندي طريقه، بقول له جدا في فنانين بيقول لي يا اخي والله احنا حاليا يعني ظروفنا ما بتسمح، ما بحطم، اقول له يا اخي لا انا ما بشتغل، اي بدعم لو صوته كويس، اهم حاجه الصوت لانه في فنانين طلعوا فجاره كده عشان انت ذاتك يعمل لك اعلان لما تنزل البوستر أيوة بتاع والله انا ايوه فعلا نعم. لكن هو اعلان ليه، لكن انا هدفي الاصل ان ادعمه. نعم. ما في اصوات شبابيه مظلومه يعني في فنانين اصواتهم جميله. تسمع اول ولا بتعمل شنو؟ لازم اسمعه لازم. يعني انا ما سمعت لا لا نهائي. طيب لو هو شخصيته حلوه ولطيفه انت ما حترسم الصوت، حترسم صورته يعني كده حكون ظالم الناس. نعم. حتى صوته ما كويس، حتى لو شخصيته ظريفه وكده ما ينفع. يعني رابط الموضوع بالابداع اللي بيقدمه بالابداع. نعم طيب بتاخد زمن قدر شنو اللوحة بتاعت الفوتوشوب؟ والله على حسب، على حسب المزاج، ممكن بتاخد معي نص ساعة، بعض المرات بتاخد معي يوم، على حسب يعني ممكن اشتغل جزء واخليه يوم متواصل بتكون ولا لا لا يعني على دفعات كده يعني مراحل. كل مرة اشتغل لحاجة اطول منك زمن والله كتير حاجة اخدت معي زي يوم ونص كده يعني كان متقطع. دي شنو دي؟ دي كان لأستاذة شيرين طبعا بوجه لها تحيه استاذ شيرين عبد الوهاب. تربطك معها شخصيه او علاقه شخصيه؟ والله واحد من جمهورها. آه. يعني. هي طيب وصلت التصاميم دي؟ والله طبعا زي ما عارفين طبعا هي بتمر بظروف يعني انت معناها رسمتها بعد ده انا يعني ده الرسمه دي انا عاملها لها كتشجيع. يا سلام لها ودعم لها. نعم نعم يا سلام، دي من الحاجات اللي يعني ذات بوريك انه الفن فعلا هو رساله. نعم صحيح بيطبطب على المكسور وبيخفف عن المضغوط، فنعم انه الحاجات دي فعلا توتي اكلها. طيب يعني كنظره مستقبليه انت شايف انه الرسم كمجال يعني تطور، حصلت عليه حداثه، كنظره مستقبليه هل ممكن الناس تستغنى عن الرسم الحقيقي وتتجه بس فقط للرسم عن طريق الفوتوشوب؟ والله في حاجات كثيره حنستغنى عنها يعني مع التكنولوجيا والصينيين واليابانيين شغالين يدخلوا لنا كل مره تكنولوجيات جديده، يعني في ما مجالنا احنا بس في مجالات كثيره يمكن حنستغنى عنها. يعني مثلا اقرا مثلا في مجالكم زمان كان عشان تصور حي من فوق بتحتاج مصور وهليكوبتر. أيوة. زور شيله كده. لكن حسب الدرون يعني حسب دي في اثنين فقدوا وظيفتهم المصور والطيار. لكن لا المصور بقى شغال بالدرون ذاته. ايوه بيطير لك الدرون محتاج لانه زار يكون عنده عشان كده في التكنولوجيا دي يعني بعد كم سنه كده حتكون دخل في حياتنا عموما كده. نعم بيكون شغل لناس ثانيين وفي ناس ثانيين بيكونوا يتأثروا. نعم صح نعم. طيب الجمهور اللي انت بتستهدفه اي نوع من الـ من الـ من الناس، الشباب ولا اي شخص ممكن انت تستهدفه بلوحاتك او اللي بتستخدم فيها الفوتوشوب؟ والله يعني انا للجميع يعني اسا حتى شخص عادي يديك صوره عادي ما عندنا مشكله. لا يعني ما مختص بس فنانين، اي زول ما في مشكله.
ما دام انت حابي تمام ما عندي مشكله انا. طيب انا اجيك لجانب ثاني، كلنا قاعدين نعاني من احساس الفقد عموما لاي حاجه، اشتاق لزول، تفقد حاجه غاليه عليك، عربيتك تنضرب، كل الحاجات دي. نعم. فالزول الرسام اللي بيرسم على الورق ممكن يحتفظ بالرسمه بتاعته لين ما بعيد، صح ممكن تندفق فيها حاجه زي دي تتلف تضيع، لكن الرسمه دي سهل جدا انك تفقدها. جاء فيروس ضرب الجهاز، بتسرق اللابتوب، انت بترسم اذا على الجهاز ثابت اتقطعت الكهرباء ممكن يقرا مرات افكاري برضه لازم تسال كده، لكن بطريقه ثانيه. عشان كده عايز اقول له اللي هنا المفترض انت بتطلع بتعمل لها برنت اوت اول باول، بتكون بنفس الكواليتي في الجهاز. أيوة. عشان ما تضيع ياسي ارفق نقطتي مع نقطه عزيزه. وجابني انه كيف تقدر تحافظ على المستندات الجديده. طيب اول حاجه سؤالك جميل جدا، فانا واحد من الناس يعني لما جاي اعمل صوره بعملها في مثلا بحفظها، يعني بحفظها لما مثلا صاحب الصوره يجي يقول لي انت انتهيت انا انتهيت، اقوم اسلمه لا انا بمسح طوال. بعد ما تديها له طوال بمسح، لان انا بعتبر ايوه الله يفتح عليك، لان بعتبر دي امانه ما من حقي ان انا احتفظ بها الا مثلا صور فنانين، وكمان بحتفظ بها نوع من انواع التسويق لي لما اجي احتاجها. ايوه نعم اجي احتاجها اقوم انزلها كخالد، لكن الصور الطلبات الخاصه لا انا ما قاعد احتفظ بها. يا سلام. طيب لاي مدى الاي تي ساعدك في، طبعا معروف الاي تي طبعا برضو عالم وبحر وبحر كبير، يعني اي مدى ساعدك في التعامل مع الجهاز وحتى البرامج، وانك تدخلها وتتعامل معاها كيف، وتدخل برضو البرنامج بتاع الفوتوشوب كيف، وانت نفسك تتعامل مع البرنامج كيف؟ طيب انا طبعا الاي تي قريت لكن ما وصلت فيه، لكن تقول شنو افادني حاجات كثيره. اول حاجه يعني عرفني على مجال جديد، عرفني على تكنولوجيا جديده. فالاي تي يعني عموما كده بقى لغه العصر، يعني يقول لك يعني حتى في الوظائف لو انت ما بتعرف كمبيوتر ما بتصلح لغه. الانجليزي والكمبيوتر اللغة. يعني اهم حاجه بقى حتى في الوظائف بقى الكمبيوتر والانجليزي. طبعا الاي تي بيضيف طبعا، يعني هو صحيح فتره ما كانت طويله لكن الواحد بيستفاد منها. يعني انت قدرت تفهم الجهاز المصادق ده شنو عباره عن شنو، انت بتقدر تتعامل بعد كده معه. جميل. طيب واحده من الاسباب انت ذكرت انه الالوان الاكريليك ما تعرف الالوان الزيتيه، القلم الورق بتاع الكانس وغيره مكلف ماديا للرسامين، هم بيفهموا الحاجه. نعم. طيب كل ما يطلع اصدار جديد للفوتوشوب انت مفترض تشتريه عشان تقدر تواكب الحاجه دي، برضه مكلفه ماديا. يلا مكلفه، لكن ما يعني مثلا حسب الاشتراكات بتاعه الفوتوشوب ب $100 $100. لكن احنا ناس الصيني. أيوة. النسخه المعدله. لكن هي ما بتديك صحيح ما بتستمر، لكن طيب ينتهي بيكون ده تنزل ثاني. لا حس انا بستعمل فوتوشوب 2017 ما بيديني امكانيات 2018 او 2019، لكن بيديني الاساسيات بتاعت الفوتوشوب بيديني لا. يعني مثلا حس الفوتوشوب بتاع 2022 ده دخل فيه حاجه اسمها الذكاء الاصطناعي بصوره كبيره جدا. بيسهل عمليه القص بشديد، يعني ايوه القص، يعني احنا زمان كان بنقص عديل كده بالمغناطيس. ايوه لكن حس انت بتدخل الصوره كده بتدي الاوامر بتاعتك وتلقائيا بيفصل الزول عن الحاجه اللي حوالينه. ده شغل الكرومه عندنا جدا. ايوه نفس الفكره التفريغ. نعم. طيب هل الحاجه دي بتحتاج لدراسه؟ بتحتاج لدراسه ولا الحاجه دي انت بس اتعلمتها بس كده بيس في الجهاز بس؟ والله يعني انا في شخص علمك ولا قريتها؟ والله انا بديت بالموبايل. يعني بدايتي كان بسبب واحد صاحبي. فكان هو يعني هو كان بادي الحكايه دي، فكل انا عجبتني الحكايه فكل مره بقول له يا اخي انت دي كيف ودي كيف، فكان قال لي يا اخي ده اسمه برنامج، البرنامج بتاع فوتوشوب انت تتعلم فيه وكده. فبقيت احضر يوتيوب كثير، ده ساعدني واحد صاحبي حمد الديب بوجه له التحيه. ده هو دخلني الفوتوشوب بتاع الطبات وكده. طيب دي من الحاجات اللي يعني كويسه دعم الاصدقاء في كل. نعم. المجالات الابداعيه. نعم. قبل برضه انا سالتك من ناحيه بتاعت كسبي مادي، لكن اسي الان بقى في كل مؤسسه او لكل منصه او كل شركه بيكون في مكتب بتاع ماركتنج تسويق موجود. تسويق. جوا بتاع التسويق بيقول لك انا محتاج لافراد عمل ميداني، محتاج لمصور، محتاج مثلا لصانع محتوى، وفي الاساس لزول مصمم.
دي نعم. الكلمة الأساسية اللي هو بيقول لك وأنا بدون مصمم ما بقدر أشتغل نعم. أشتغل على المنتجات الحاجات دي نعم. فهل أنتم مرغوبين في السوق برا يعني في الفترة دي الأخيرة؟ والله فعلا إحنا يعني بالذات في دول الخليج مرغوبين شديد, لأنه الخليجين يعني وصلوا مرحلة يعني بيجوا زي الخواجات, يعني لازم في كل حاجة تكون مدروسة, كل حاجة منظمة, كل حاجة في مكانها. عشان كده نحن كمصممين بقينا مرغوبين يعني بالذات في دول الخليج بقينا مرغوبين أكثر. ما فكرت تمشي؟ والله إن شاء ربنا يسهل لو في عقد عمل طوافي. نعم. طيب هنا أنت قلت الخليج, والخليج طبعا لأنهم أكيد يمكن مطورين أكثر مننا وكده. طيب هنا تقبلهم للشغل بتاعكم بتاع الفوتوشوب ده, وهل بتجد في هنا تسويق؟ إحنا بيهمنا هنا أكثر من الخليج. أي طبعا هنا في طبعا في يعني في ناس ما شاء الله يعني في المجال ده واصلين مراحل بعيده, لكن لسه يعني في ناس ما بيعتمد على الدعايه, ما الفكره الدعايه, المصمم الدعايه يعني صحيح. انت بتعمل الدعايه يعني انت مسوق نعم. بتسوق للزول. لسه في ناس ماشيين بالمبدا بتاع شنو تيجي زي ما تيجي, لكن لسه حتى السوشيال ميديا لعبت دور كبير في نجاح اي شركه. لازم يكون في صفحه باسم الشركه, يكون فيها الأدمن, يكون فيها المصمم, يكون فيها كده يعني أقسام هي عشان تنجح الشركة. لسه في ناس مواصلين بالفهم بتاع زمان, لازم يكون في حياة معينة كده. طيب ممتاز جدا. خالد لما يكون في شركة مقدمة مثلا عطاء أو مثلا فاتحة باب بتاع توظيف بتعمل إنه مثلا عايزين يشتغل على بروجكت محدد أو دارين نستوعب مكتب, انت بتجي بتقوم بتعرض انك انت ممكن تقدم لهم شنو, بيشتغل لكم الفيجوال ايديتنج بتاعتكم او الهويه البصريه. دي من اكثر الحاجات اللي بتتطلب عناصر بتاع ديتهاش ومتعه للزول اللي بيشوف. فهل الحاجه دي انتم يعني بتستلهموا يعني عناصر ديتهاش وين في التصميم ذاته؟ بتجي تصمم للزول ايوه تصميم لوجو شعار, عارف دي من اكثر الحاجات المرهقه يعني. والله فعلا الحياه زين. انت جربتي الحاجه دي في الفتره الاخيره؟ طبعا والله بالذات يعني اللوجو ده صعب شديد يعني لازم اللوجو ده اول حاجه مراحله انت بتطلع في ورقه افكارك. نعم. افكارك انت متخيل للمنتج ده شنو اللوجو بتاعه. بعد كده بعد ما ترسم بتعمل حاجه هنا يعني حاجه مبدئيه. بعد كده بتدخلها ايوه بتخطط بتديه زي شنو 1 2 3 الخطوات المفروض يستقبلها الجهاز. ايوه انت بعد كده بتدخلها البرنامج بتاع الفوتوشوب. بعد كده انت بتديه الاوامر ان انت مثلا داير تحدد داير الالوان بتكون كيف. بعد كده انت بتطلع المنتج بتعمل في زي حاجه بتاعت عرض كده. انت بتدي للعميل لو قال لك عليه اوكي بتحتمد اللوجو. اكثر حاجه بتتعب المصمم عزيزه انه يا اخي عدل لي تعديل اصعب من النهايه ممكن يكفي بقول لك ده غير قابل للتعديل من اول شوط يعني صح؟ والله طبعا احنا لازم نعدل ما في نايم انا مره تعديل ايوه العميل ده انا دار اكسبه المخرجين برضه بيعانوا منها لازم انا مع العميل ده انا لا لا ما اديته الحاجه هو الدائره ما بيجيني تعديل بعدين هو بيدفع يعني نعم ايوه هو بيدفع اديه حقه يو بي يو سي. شكرا خالد عوض البحر. احنا وصلنا للشط في الفقره دي ولكن لسه متواصلين طبعا عندنا الكثير كله بتاع فاصل.